بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الله يلطف به وبنا وبالمسلمين أجمعين. بالنسبة لسؤالك أنه يعني لا يجد بركة في الأموال أو أن المشاريع تذهب منه إلى غير ذلك، نقول كان السلف رحمه الله أول ما تنزل بهم مثل هذه الأشياء يتفقدون العلاقة بينه وبين الله عز وجل. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكلنا ذو خطأ لا شك في مثل هذا. فلذلك ينبغي الإنسان أن نتفقد الحال بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولما نتأكد في مثل هذا الكلام، يعني هذا حديث من الأحاديث العظيمة جدا، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني الذنب يقع فيه. وكان السلف يعني يراجعون ما بينه وبين الله عز وجل. فينظر لهذا الأخ المبارك الكريم، يعني هل له أحد له حقوق عنده؟ أمر الزكاة أيضا، الأمور الأخرى، التجارة اللي بيدخل فيها إن شاء الله ما يكون فيها ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيضا عليه أن يزيد في أعمال البر، لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فينبغي يراجع مثل هذه الأشياء. أيضا صلاة الجماعة، وإنه ما يكون يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد، ولا سيما صلاة الفجر والعصر. أيضا أن يكون له ورد من النوافل، فهذه أسوار الفرائض ومتممتها وجالبة الخير والبر والبركة، ورده في قيام الليل. أيضا تلاوة القرآن لابد يكون عنده ختم على الأقل كل 10 أيام مرة، اليوم يأخذ 3 أجزاء، الجزء يأخذ 20 دقيقة، يعني ليس شيئا كثيرا، يعني كما كنا في رمضان نخدم إلى غير ذلك. الصدق، إن الصدقة تطفي غضب الرب وتقي مصارع السوء. أذكار الصباح والمساء، كتاب حسن المسلم، هذا كتاب جيد. أيضا ينظر لنفسه هل مثلا يدخن أو كذا إلى غير ذلك، هذه كل أشياء تمحق أيضا البركة إلى مثل هذه الأشياء. يتفقد نفسه في مثل هذه الأمور، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، صلاة الجماعة، البر، إعطاء الناس حقوقها، ألا يدخل في مشاريع يكون فيها ربا أو يدفع فيها رشا. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يحسن ما بينه وبين الذنوب، الخلوات، سماع الموسيقى، الأغاني إلى غير ذلك، يعني يبتعد عن كل ما يجد في نفس البر وحسن الخلق. والإثم حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه ناس، يبتعد عن كل شيء أنه يبعده عن الله تبارك وتعالى، يبعده عن طاعة الله عز وجل. وهكذا كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل، كلما أن الله عز وجل أحبه ويسر له الأمور وفتح له المغاليق وجعله مباركا ويسر له في مشاريعه وفي أحواله وفي أموره. والنبي يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ومن حديث ابن عمر: إن الدعوة المظلوم تصل إلى السماء ولها شرر. فالإنسان ينتبه أن يكون قد ظلم أحدا في راتب، أو قد ظلم أحد في حقه إلى غير ذلك، فيدعو عليه. ولذلك قالوا: والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنمي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه إلى الندم، تنام قرير عين بارئة، والمظلم يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله لي ولكم توفيقا وسدادا ورشادا وخيرا وبرا وبركة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. هذه هي الوصايا الأولى. أما بعد ذلك أحاديث اللي هي الكرب والعسر، أيضا الله والله ربي لا أشرك به شيئا، وأيضا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، وأيضا اللهم إني أسألك بحلالك، اللهم إني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنيني بفضلك عمن سواك. ومثل هذه الأحاديث من أحاديث اللي هي تيسير العسر وتفريج الكرب والرزق إلى غير ذلك، يحافظ عليها ويلذ بها، ألذ بهذا الجلال والإكرام. وأيضا لما النبي قال أم هانئ: سبحي 10 واحمدي 10 وكبري 10 ثم سري حاجتك، يقال لك: نعم نعم، أو قد أجبتك، قد أجبتك. وأيضا الإنسان يعني يدعو بأدعية: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك عليه وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه كلها من المفرجات، وكلها من المفرحات، وكلها من الميسرات للإنسان بإذن الله تبارك وتعالى، وكلها إن شاء الله وغيرها يجدها في كتاب حصن المسلم. اللهم يسر لي ولكم الخير والبر والبركة يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ وترزقني برها يا رب العالمين. تم تعرض صوتين في عشية يوم الأحد لخمسين خلونا من ذرع الفريج عدنا عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أنسى، نعم، العمرة في ذي القعدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول شيخنا الشيخ المختار: ما من أحد شكى
لي من هم وغم، فقلت له ائت بعمرة وادعو الله في الطواف وفي السعي إلا رجع وقد فرج الله همه، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. وهذا ليس عجيبا، لأن النبي قال العمرة للعمرة ورمضان لرمضان والحج للحج كفارة لما بينهما لم تغش الكبائر، وقال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخابث الحديث.